مع وصفات الشيف طارق اليوم. طبعا اترفقنا نحن وياكم من الساعة 10، كانوا ضيوفنا كتار وفقراتنا كتيرة. وصلنا لختام عالم الصباح مع آخر محطة لقلنا. برجع بقول كمان بالنسبة لعيد الأم رح بيكون عنا حلقة خاصة غير شكل يوم الثلاثاء، وبعتوا لنا فيديوز على 03-010-533 من 10 ل 15 ثانية تعيدوا أحلى أم بالعالم اللي هي أمكم وليش هي أحلى أم. وأهضم 5 فيديوز رح يربحوا جوائز قيمة جدا من مجوهرات ومن أدوات كهربائية وغيرها وغيرها من الجوائز. انتظروا هالنهار. اليوم بدي حيي كارمت اللي كان معنا كمان كل النهار تقريبا، وحكينا عنه وحكينا عن نشاطاته الجديده واعاده تسجيل الاغاني، وقريبا البوم جديد رح بيكون ذا مابت شو يلي قربينا عليهم قبل. وبرجع بقول وبذكر انه ما كان بس خاص للاطفال، انما كان موجه للمراهقين ولما بعد عمر العشرين سنه كمان، لياخذوا منهم بعض الحكم اللي كانوا يعطوهم خلال الشوز يلي نشوفهم قبل. وان شاء الله نقدر نرجع نشوفهم على شاشات التلفزيون. ورشة ملح مع الشيف طارق عن جديد لنختم وصفتنا. شيف، انا سالت سؤال على الفيسبوك. نعم. اللي هو شو بتعني لك المصاري؟ رح حط ايدي على كتفك واعطيني رايك. برجع بقولها مره ثانيه. شيف، برجع بقولها مره ثانيه. ايه. المصاري هي بس وسيله. وسيله لتفك حالة بس، مش تفك ازمتك. يعني انا مش مثلا حالك تفك حالك لا تفك ازمتك. صح، ازمه هيدي بقى اذا بده. انا مثلا اذا في عندي صراحه راح اقولها هلا بكل صراحه وبكل صدق، وان شاء الله ما بنحكي الا الصدق، بوجود اصحاب مثل فادي ومثل احمد ومثل جوزيف ومثل عامر ومثل كل الموجودين بالريجي وبال طبعا يا شيف. شيف ولا احلى من هيك. ايه بس انه ايه هلا اذا بدي اجيب لهم هديه بدي افكر فيها. ايه بدا افكر بالمصاري بس كرمال الهديه. بس طبعا نحن نتمنى انه تنفك ازمات الجميع. بدي اتشكر كل اللي تواصلوا معي عبر صفحه الفيسبوك واعطوني رايهم بالموضوع. طبعا هي وسيله ولكن هي من ضروريات الحياه لانسان يعيش بكرامه افضل. وصفتنا اليوم كانت ايطاليان بامتياز والروايح. ما بقدر اوصف لكم، يمكن انتم ما بعرف اذا صح لكم تذوقوا من وصفات شيف طارق. بنصحكم تلحقوا وين موجود ان شاء الله قريبا. ان شاء الله قريبا هلا. نعم. رح بزيعها بعد مره ثانيه اكيد بعد الاذن، بس رح اقول لكم رح اكون موجود بمحل. رح لكم وين؟ رح لكم وين؟ ونحن اول الواصلين يا شيف. مع انه نحن حاصلين عليك هون بس ما بكفي. 100% هون ما بكفي. لا اكيد. شيف هادي هون شو عم نعمل؟ سلاد. هلا عم نعمل الباستا سلاد اللي خلطناها بالروستد بيبر صوص. مثل ما قال لكم جوزيف، يا ريت فيكم تشموا الروايح. بعدنا بنطالب بكاميرا بنخار. منيحه هي منك، هيدي بعد ما حدا سبقك عليها. هيدي فاذا سلاد بيستو. لا مش بيستو، هيدي روستد بيبر. روستد بيبر. روستد بيبر باستا سلاد. وقت تقول روستد يعني فيها لحمه؟ لا، الروستد هي البطاطا الفليف المشوية اللي شويناها. تعتبر روستد. اوكي اوكي اوكي. ما فيها لحمه او اي شيء. بعتذر بس انا توضيح مش اكثر. فاذا هيدي السلاد اللي رح تسكبها بهذا. رح نسكبها بالصحن هيدا هلا. اوكي. الباذنجان اللي انعمل. الباذنجان هي مع باذنجان كمان، هي اصلا بتتزين باذنجان. مثل باستا بريمافيرا مثل ما بيقولوا، يعني كل شيء فيه كل شيء فيه خضره حطيناهم بقلبها. اوكي. وهيدا فيكم تقدموها على بيفيات لانه ما بدها صوص. شو هي اكزاكتلي؟ روستد بيبر صوص اللي هي فليفله مشويه مع ثوم، بازيليك، بقدونس، ملح. هيدي الصوص؟ هيدي الصوص. طحنتها وعملتها هيك. مزبوط. كيف صارت مي؟ وفيها شويه كريم، اكيد حطينا شويه صوص طماط معها. اوكي. من الطنجره. وكريم شو؟ كريم فريش؟ وكريم فريش اكيد لنعطيها اللون، مثل ما حكيت قدام مشاهدينا انه الكريم فريش بتخفف من طعمه الفليفله. اوكي، من حديتها يعني بالانجليزي تكنيكاليتي سبيكينج، يعني تكنيكلي سبيكينج. اوكي. ات راوندز ات. طيب للي انضموا لنا هلا، قول لهم شوي عن الباستا، ليش مش لازم يحطوا لها مي؟ بعد ما تنسلق يعني. الباستا انا ما بحب بحط لها مي، في كثير ناس بغسلوا الباستا هم المي لانه بتروح كل طعمتها وكل كل النشا او الغذاء اللي فيها بيروح. فيك تحصل على نفس طعمه الباستا اللي بتكون بكياس، بس اكيد بتكون مرتبه ماركه مرتبه، على انه تكون طازه، ولا طازه برايك اطيب؟ انا بالنسبه لي اذا في ماركه مرتبه باستا بفضلها عن الفريش. الفريش انت بتعملها لإلك بتكون فيها سيناتور لإلك. نعم. يعني مثلا الباستا اذا كان بدنا نعمل سان دراي توميتو باستا
بيكون السان دراي توميتوز معمولين بطريقتك، والطحين مخلوط بطريقتك، البيض مخلوط بالطريقه اللي نحن بدنا فيها، وبتطلع الباستا مثل ما نحن بدنا اياها، مش مثل السوق. بتكون يعني شغله بس مالك كرياسيون لإلك. بدنا ناخذ صوره انا وياك مع مالك، يعني أكيد. مالك بياخذنا اياها مع انجازاتك لليوم. هلا رح بس خلينا نطلع رح بلاي باسم. منيحة اوكي اوكي رح نكمل تزيينة رح نكفي لانه في عندي بعض طبقين بدي اقدمه. بدي اقدم طبق اللي موجود قدامك جوزيف. أوكي. في طبقين عملتهم اليوم كمان تحت الهواء. اول وحدة اللي هي كارباتشو دي زوكيني. كارباتشو. انا بس كل اللي بيعجبني فيك شيف كل شيء وصفاتك كذا، بس اذا بس بلش تحكي لي هول اسماء يعني شوي بتوتر. هي شو اسمها دي زوكيني؟ هيدي كارباتشو دي زوكيني. الكارباتشو يعني كارباتشو يعني اسمها اكبر منا يعني. مزبوط. ما كلها كوسية، هي كلها كوسية يا اخي. بس كارباتشو دي زوكيني يعني كاربيتا. الكاربيتا اللي هي السجادة معمولين بطريقة. بس سؤال، كيف هالقد طلعوا معك رفاع؟ بده يكون السكين. السكين اكيد طيب والشيف طيب. الشيف طيب كثير يا شيف. بس هون مسلوقه ولا نيه؟ هول بتعملهم باشاره الخيار. باشاره الخيار عم نقشر كوسه. اوكي ها منيحه منك. شفت الشيف شو بيقدر يعمل؟ وعليها هيدا شو الصوص؟ هيدا بلسميك، كريم دو بلسميك. والباذنجان اللي معمول بقلبها هي عباره عن باذنجان اللي كانوا اللي محطوطين من هون، حطينا عليهم موتزاريلا وتوميتو. نعم. اللي هي رح شبكم اياها اللي عملناها بالفرن، فبيطلع عندك بهادي اللي هونيكي ايك بلانت على بارميجانا على مينوتو. تفضلوا بقى. يعني فضل. يعني بتعمل ايك بلانت. شو ما قلت له بده يرجع يقول لي جمله. هي هم كلهم موجودين بهالصحن. طب يا اخي تعال بفسر لك اياها. طيب قلت لي طلع كل اللي حكيه هون هلا بهالصحن. هي لها اسم وهي لها اسم وهي لها اسم. هادي بالطبق اللي هي المثل بيقول احترنا يا قرعة منين بدنا نبوسك. لا يا شيف لا يا شيف. بس هيدي حتى نعرف انه طبعا انت بتعطينا دائما معلومات جديده. هلا البارميجانو بارميجانو اللي هي هون لعشو بدك تحطها؟ هلا البارميجانو فينا نحطها، فيك تحط قد ما بدك هون. خليني أوكي. بس اعمل شغله بعد هون انا. هي بيلبق كثير مع الباذنجان بارميجانو. عم بيلهيني عم بيلهيني. لا يا شيف بالعكس عم نوصل طيب. المعلومه ليش رح نعمل هلا الباستا اللي سلقناها هون بعد مع الدجاج ومع بعد الصوص. ولا كافي؟ لا بزياده خلص. هيدي اكيد الصحن لك. هذا انا بعرف هو كله انت. رح ناخذ الطنجره. سوري مشاهدينا رح اعملها بهالشكل هذا. اوكي بس احسن شيء هيك. هي رح تفوت على الفرن بعد؟ هيدي رح نفوتها مع شوية موتزاريلا. موتزاريلا كوسي كوي. قد ايه عشت بايطاليا؟ انا ماي نوفيستو ايطاليا. كيف؟ ولا مرة رحت على ايطاليا بحياتي. عم تحكي جد؟ طب وين درست ايطاليا لكن؟ تعلمته انا لانه عشقت الكوزينة التلياني. اوكي. والتليان ما بيعلموه للواحد اللي بده يعرفه. اوكي. لما صرت احكي تلياني صاروا الكل يخبروني شو عندهم بس بطريقتهم هن. هلا اكيد طيب بدل الغاز ولا بنطفي؟ لا بنطفي. توفير للطاقه. طيب للطاقه طبعا. طيب في عندك بندوره هون مفرومه وكذا هولا شو؟ هلا في عندي بندوره مفرومه ما بعتقد رح لحق بقى اعمل. كنت بدي اعمل شغله شو بس ما رح لحق نعملها. يمكن فينا نعملها تحت الهواء. رح بلش. لا شو عم بحكي تحت الهواء؟ على الهواء. على الهواء. ونحن عم شوف شو رح نعمل. تتذكروا زيت التوم اللي عملناه؟ زيت التوم. زيت التوم رح نحطه اللي هو توم مدقوق مع زيت زيتون. مزبوط. توم زيت ما هذا هو. في شيء ثاني معه؟ ابدا ملح. ما في شيء ما في شيء ثاني ولا ملح ولا شيء. اوكي هلا رح نحط الملح. هلا اوكي بملح المقلي. رح احط شويه اوريجانو. اوريجانو كله بنخليها شوي تسخن للنكهه. كل اكيد اهم شيء النكهات. نكهه ما نكتر حتى ما يطغى نكهه على نكهه. مزبوط نكهه على نكهه. هذه هذه هي هذه هي هذه هي منيحه. طيب هلا اللي عندي هون طبعا تحياتنا لكل مشاهدينا بالمملكه العربيه السعوديه ولكل مشاهدينا ب اكيد قطر اكيد البحرين الخليج اللي بيتواصلوا معنا دبي واصحابي فيسبوك وحبايبي واهدي سلامي. واهدي سلامي يا لاختي وعمي. هلا هودي طلعت ريحه يعني طلعت ريحه الثوم. هلا بدك تزيح شوي مشان الجاكيت تبعولتك انت. اللي رح نعمله رح نحط فريش توميتوز اللي هن هون. اوكي اللي عم بيسال جوزيف ليش قطعنا هون. ورح ناخذ البازيليك المقطع. هيدا بازيليك كثير من البازيليك في يكون متلج ولا لا؟ لا
مش باستو يعني، بس بازيليك فريش. البازيليك رح اعطيكم بس شغله قبل ما نطلع من الهواء، قبل ما نطلع عن الهواء. البازيليك اذا عندكم بازيليك كثير بجنينه، اللي فيكم تعملوه تاخذوا الورق الخضر. اوكي. يعني عندك حوالي 60 جرام ورق بازيليك اللي بيطلعوا هالقد تقريبا، بتحطهم ببلندر او بماجي ميكس او ببروسيس فود بروسيسور. اوكي. وبتخلطون، بضلكم تخلطون لحتى يخضر. بتحطوهم بمرطبان كبير وبتتركوه لحتى يركد. بترجعوا بتصفوهم بتحطوهم بقنينه، بتضل عندكم موجوده كل السنه. بتحط القنينه الورق ولا الزوم اللي بيطلع؟ الزوم اللي بيطلع. هلا في عندكم ال ال الزوم اللي بيطلع؟ بيطلع زوم؟ طحن البازيليك. اكيد طحن البازيليك بتحطوه بعلبه صغيره، بتصيروا تستعملوه مع كل طبخه، تحطوا ملعقه. بتحطوا له زيت حتى ما يعفن؟ لا اكيد شوي فوق مش بيش يعفن لحتى ما يفوق. بس انا عندي غير طريقه وبيضلوا مثل ما هن. بالاذن منك شيخ. تفضل. بالاذن منك. تفضل. رح اعلمك. اهلا اهلا اهلا. البازيليك أهلاً. حطوها بكيس ورق مثل ما هي. كيف مبسوط عم بيعلمني. كيس ورق إيه؟ وشربها وشوف ورح تتشكرني شيف بمسيرتك لقدام. سكروا كيس الورق وحطوه بالفريزر مثل ما هو. البقدونس فيكم تعملوا فيه نفس الشيء، والكزبره فيكم تعملوا فيها نفس الشيء، والبازيليك نفس الشيء. جربها وارجع لي. بضلوا الخضر يعني؟ بضلوا الخضر وبضل نفس الطعمه. مين هلا ما كان يا جوزيف؟ خيي ما صرنا سنتين. ما بقدر اقول لك على صرنا سنتين سوا يا جوزيف نحن. اكيد انفلت لي شي كلمتين لإله اكيد. لا اكيد بهيدي مظبوطة. عم بيحكي؟ ايه مظبوطة. مش بس بالتياب بيعرف يلبس، كمان بيعرف يلبس. حبيب قلبي. فاذا هيدي شو هي شو اسمها؟ هلا هيدي اللي رح يطلع معنا هون، هيدي بيسموها سيمي فريدو دي بومودورو. مع حفظ الالقاب. سيمي فريدو دي بومودورو يعني سيمي فريدو يعني نص. سيمي فريدو يعني نص سخن، نص فريدو فاتر. اوكي. نعم. هي طريقتها هيك، بياخذوها ابيتايزر. هلا هيدي هي ذاتها، فيكم تشيلوها تحطوها على خبز وتعملوا منا البروسكيتا. بروسكيتا بس ما نزيد لها بلساميك. لا 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 لا، بروسكيتا هي اللي انوجدوا هون. هيدي هي البروسكيتا. هي هي. ما حدا يقول لي شيء. لا انت عم تطلع علي هلا. هلا هي توم، زيت زيتون، بندوره وبازيليك. This is it. توم، زيت زيتون، بندوره وبازيليك. بروسكيتا على التوست غير شكل. شيف بس انا بدي اتشكرك، بدي اتشكر كل المشاهدين يلي ترافقوا معنا من الساعه 10 لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. بكره انا بلاقيكم الساعه 10 صباحا بعالم صباح جديد. الى اللقاء وبشوفكم احد الجاي اذا الله رضي.